يوم ليس كغيره لقدرية من دار أيتام بيت العيلة، فهي تبيع منتجاتها للمرة الأولى أمام عدد كبير من الزبونات. إتقان قدرية لصنع الشموع المعطرة دفع دار الأيتام لترشيحها للمشاركة في السوق، إذ تسعى الدار لدمج الفتيات بالمجتمع ودعم مواهبهن. مشرفين بيت العيلة هن اللي ساعدوني بهالمشروع، شافوا عندي حب لهالمشروع وإبداع وتميز. التلميذة في الصف السابع كشفت الدافع وراء مشاركتها في هذا السوق. يكون لي بصمة حلوة فيه ويكون مثل بنات اليافعات ويكون مميزة يعني. لأجلك أنت هو أول سوق إنتاجي خاص بالمرأة يقام في الشمال السوري. الجهة المنظمة استغرقت 4 أشهر للتجهيز. في كتاب كافيه في إدلب تعرض 23 سيدة وفتاة منتجاتهن اليدوية، 34 مشروعا تشارك هنا. عن طريق الفيس شفت إعلان عن السوق الإنتاجي، حبيت شارك والحمد لله كنت من المقبولين يعني، وهي فرصة ذهبية إنه صارت لي طاولة بالمعرض. بشجع أنا هيك فعالية من أجل المرأة أن تتمكن أكثر بمشروعها بشغلها أشو من كان. رضانا عن هذا السوق هو كتير كتير جيد يعني، لأنه ما توقعنا يكون عدد الزائرات بهذا الكم الكبير اللي اجوا عليه. نتمنى ان شاء الله في الايام القادمه يكون في تطوير اكثر ويكون في اسواق انتاجيه على مستوى هذا السوق ويمكن افضل كمان. التسوق والتسويق هو هدف السوق الانتاجي، فهذه المبادره تطمح الى دعم المراه اقتصاديا في منطقه الشمال السوري واكتشاف المواهب الفنيه وعرضها، بالإضافة إلى تطوير مهارتهن وتحفيزهن لابتكار منتجات تلائم السوق المحلي. ومع إغلاق السوق، ما الخبرة التي اكتسبتها ابنة 15 ربيعاً من هذه التجربة؟ صرت اجتماعي أكثر، صار عندي أصدقاء من جوا الشغل ومن برا الشغل، وصرت أعرف المبيعات أكثر. خبرة ربما لم تكن قدرية لتكتسبها لولا هذا السوق، ولكن رغم ذلك ترى قدرية أن تطوير موهبة الفتيات بحاجة إلى مزيد من المساندة والدعم.